أيها الإخوة في الله، وتشرق شمس جديدة هي شمس العيد السعيد، لكن شمسا أخرى تشرق في الحنايا، تغمر جوانحنا بالخير والعطاء والرضا. شمس هذا اليوم تحمل لنا معنى العيد، معنى الهدي، وشمس أخرى تملأ قلوبنا بالضياء، ونحن نعود من عرفات، ونحن نطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ونحن نبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في منى مع مليونين من حجاج بيت الله العتيق أو يزيدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. كل عام وأنتم بخير، تهنئة من الأعماق نزجها لكم من بيت الله الحرام، ونحن نعتمر مباهج العيد ونعيشه فرحة عظيمة في قلوبنا، تهنئة خالصة، حبا وسلاما وسعادة. تحملها إليكم هذه الكلمات التي تختلط بهذه الصورة العظيمة للمسجد الحرام الذي يقف شامخا في أوج توسعته واتساعه ورحابته. هذا هو فجر يوم عيد الأضحى المبارك، وهذه رسالتنا إليكم في كل مكان، صورة ننقلها لكم، صورة ناطقة بهذه الشعيرة العظيمة بهذا الركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. أيها الإخوة، ويتوافد مزيد من حجاج بيت الله العتيق إلى هذا المكان، وأرى الآن ترون أنتم أيضا هذه الحشود التي تطوف بالكعبة المشرفة، أو تلك التي تسعى بين الصفا والمروة، حيث امتلأت الساحات. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية،
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلق فقدر وملك فقهر وأراد فأمر الله أكبر عز سلطانه وعم إحسانه عنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته الله أكبر ما عبد عابد ربه وشكر وما أذنب مذنب فأناب واستغفر الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وكبره المكبرون والله أكبر عدد ما هلل المهللون ولب الملبون الله أكبر ما أحرموا بالحج والعمرة وقصدوا البيت العتيق طافوا وسعوا والتزموا الملتزم
وصلوا خلف المقام وفي الحجر وشربوا من ماء زمزم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.